السلام عليكم، مساء الخير جميعا، كيف الحال؟ شوف مين عندنا اليوم. أهلا يا ألمى، أهلا يا ميار. الحمد لله عمر، أنا بخير تمام الحمد لله. انتوا احكوا لي، كيف رمضان معكم؟ كيف الدراسة برمضان؟ مركزين مش مركزين؟ أكيد أكيد إنكم صايمين. أهلا محمد، احكي لي، فتحت لك المايك. أهلا علي. السلام عليكم، كيفك؟ وعليكم السلام، الحمد لله. سلام، شو بخير؟ أنت بألف خير يا رب. الدراسة برمضان كانت كثير سهلة. طب الحمد لله. الحمد لله. كل السلام أهلا. عليكم. أهلا يا علي. كيف حالك مس؟ الحمد لله بخير، سعيدة بوجودكم كلياتكم. احكي لي يا علي. طبعا اللي بيحكي انه الدراسة برمضان، اسمي مروة، اللي بيسأل عن اسمه. هلأ نرجع نعمل المقدمة اللي بنعملها كل مرة. اللي بيحكي إنه الدراسة برمضان صعبة، فهو مش عارف يقسم وقته، مش عارف يرتاح، يصحى يدرس، بعد التراويح يرتاح شوي، يكمل الدراسة اللي ضلت عليه، ينام. فهو الموضوع بس موضوع تنظيم وقت. وحصتنا هي كانت قبل رمضان من 5 لـ 6، بس أنا عارف إنه هاي الساعة اللي قبل رمضان الكل بيكون فيها مسطل نعسان وجوعان، فحكيت حصتنا بتكون من 3:30 لـ 4:30 إن شاء الله. فهذا موعد الحصة الجديد. إذا أصحابكم ما بيعرفوا إنه صارت الحصة بهذا الوقت، ابعتوا لهم لينك الحصة، خليهم يدخلوا وينضموا معنا. وأنا بحب إنكم تكونوا موجودين معي. في حدا بحكي انه مثلا بحب حصتك بس مش قادر اعرف ايش اسمك، حاطط ابو اشي. موعد الحصه سلامتك كثير مناسب الحمد لله. مس، اي آه محمد، اليوم في تربيح بطاقات؟ ان شاء الله في بطاقه اليوم، فبدي اشوف حماسك. رح تعطينا كوينز مثل العربي؟ رح يكون في كويز، احنا هاي حصه علوم مو حصه عربي. اعرف. اللي بيسأل يوم السبت حصة العربي أي ساعة، افتحوا على انستغرام أبواب، بتلاقوا هناك مواعيد الحصص كاملة. أوكي؟ على الوحدة كأنه على الوحدة؟ هاي محمد بحكي لنا إنه الحصة على الوحدة. لحظة خليني أتأكد. وسام احكي لي، أهلا يا بكر. إن شاء الله اليوم في كويز، فبدي أشوف حماس. عمر احكي لي. كيفك يا مس؟ الحمد لله بخير، انت كيفك؟ كنت اقول لك كل عام وانت بخير، مش الكل قال لك وامش معنا انا. وانت بألف خير، وانت بألف خير جميعا، وان شاء الله ان رب العالمين بيتقبل طاعاتنا ونطلع من هذا رمضان كل حدا دعا شيء نفسه فيه رب العالمين يكتب له اياه. أوس إنه raise your hand، ترفع إيدك، أنا بفتح لك المايك وبتحكي إيش في عندك. وإحنا متفقين يا محمد وعمر وعلي اللي فتحت لهم المايكات انه اي حدا بيحكي شو عنده يسكر المايك عشان الصوت ما يصير دوشه ونضلنا هيك كثير كل شيء منظم ومرتب. ومحمد كمان لو سمحت اعمل ميوت. عمر. السلام عليكم يا مس. وعليكم السلام. حكيتوا هسه إيش عن الحصة؟ لا شرحت إيش ولا بس؟ حكينا ولا إشي، بس بستناكم كلياتكم تنضموا عشان أقدر أرحب فيكم وأقدر كمان أبدأ في حصتي. أوكي مس. ما بدأنا ولا إشي. مس. يا مس. محضرة الكويز؟ مجهز الكويز. خلص. بس مش راح أغششكم الأسئلة أكيد. عادي، فاهم كل شيء منها. طيب بالضبط، الحمد لله على هذا الشيء، لأنه من هون أنتم بتقدروا أنكم تحلوا الكويز. وسام، إحنا وصلنا عند المرايا الكروية، يعني تقريبا رح نخلص الوحدة الثانية إن شاء الله. مس؟ يا مس. إحنا بالمدرسة صرنا بدرس الأحفير.
آخر وحدة. طب آخر وحدة من الوزارة هاي بتكون بشهر 5. والحصة رح تكون تلات عربي على الوحدة. هلأ إحنا مش أكيد ما رح نقدر نمشي مع كل مدرسة. الفكرة وين؟ الفكرة إنه هاي الحصص بتساعدك أول شغلة عن جد تطلع من صف سابع فاهم كل إشي أنت أخذته بالعلوم، ولو حدا سألك عنه أو حاول يستذكرك بأي إشي عن جد إنك تعرف أنت تتواصل معه بأي معلومة عم يحكي لك إياها. تاني إشي تدخل على الامتحانات لقدام، حتى لو ليلة الامتحان ما لحقت إنك تحفظ المادة وتراجعها، أنت فاهم كل إشي مع منصة أبواب ومع مس مروة، هذا الإشي رح بيساعدك برضه. أي حدا رحت على الحصة، الحصص موجودة كلياتها على يوتيوب، فبتقدر تشوفوها هناك، تفتحوا منصة أبواب وتشوفوهم هناك. شو كمان؟ يلا جبتوا كل أصحابكم، خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مس مروة أبو معال عبر منصة أبواب. حصصنا هاي بتكون لايف من خلال تطبيق زوم، يعني كل اللي عليك بس يكون عندك تطبيق زوم عشان تدخل اللينك، تضغط على اللينك اللي هو على الرابط، والأبليكيشن موجود عندك اللي هو زوم، تصير أنت موجود معنا بهاي الحصة. هاي الحصة مجانية، مش شرط أنك أنت تكون مشترك في أبواب أو عندك بطاقة علشان تحضرها، فبيقدر أي حدا إنه هو يحضرها. حصة العلوم اليوم للصف السابع، حصصنا بتكون كل يوم أربعة في خلال رمضان من الساعة 3:30 للساعة 4:30. في نهاية الحصة رح يكون عندنا لينك تقييم، بتحطوا فيه أشياءكم، بتحطوا فيه ملاحظاتكم على الحصة، كيف تحبوا تصير أحسن، كل إشي بدكم إياه أو أي سؤال عندكم، وأنا بشوفهم أول بأول. هذا أولاً. ثانياً رح يكون في عنا لينك للواتساب، كونوا موجودين عنا على جروب الواتساب وجروب الفيسبوك واليوتيوب وين ما كان، تمام؟ هاي الفترة أسعار الاشتراك منخفضة جداً، فيعني أقل من 20 دينار، أنتم متخيلين للفصل كامل للمواد الأساسية العربي والإنجليزي والرياضيات والعلوم والكوزات وسين جيم وكل إشي. فيا وليد تقدر ترن على الرقم تبع المنصة، افتح منصة أبواب في رقم بترن عليه وتطلب البطاقة اللي أنت بدك إياها، فانتهزوا فرصة الخصومات خلال فترة رمضان. أهلاً يا ملاك، السماحة كان إشي بس كنت برحب فيهم. اليوم إن شاء الله رح نكمل، مش إحنا حكينا عن الضوء، حكينا عن المرايا المستوية، رح نكمل المرايا. اللي بيسألني شو اسمي ولا شو اسمك؟ اسمك أنت كاتبه بطريقة أنا مش عارفة أقرأه. أنا اسمي مروة. أوكي بكر بحكي إنه بتقدروا تتحدوني على دوري أبواب. افتحوا الابليكيشن تطبيق أبواب، في عنا دوري أبواب، بتختار تدخل أنت وبتختار متحدي، بتكتب اسمي، اكتب مروة أبو معال واختاروني للتحدي عشان شوف مين بدي يفوز بالأسئلة. هذا صف سابع مش صف ثامن. حصة صف ثامن أعطيتها يوم الاثنين وكانت كتير حلوة، وأنا كتير بحب ثامن، خلوني أحبكم زي ما بحبهم لأنهم كتير متفاعلين، بيجيبوا أصحابهم على الحصة كمان، فالعدد بيكون كتير كبير، وبرضه انبسطوا كتير على الكويز، فبدي أشوف اليوم نفس الإشي. أوكي وليد، بس حصص اللايف مجانية، تمام؟ الحصص باقي المواد برضو في حصص إلها مجانية، بس إحنا هون عم نشرح المادة بشكل عام، بس إن ديتيلز بالتفصيل المادة بتكون على المنصة، حتى شايفين آخر وحدة موجودة على المنصة كمان هناك. اللهم صل على سيدنا محمد. تسألني شو كاتب اسمك؟ كاتب اسمك أبو يون، ألف با واو يا واو نون، فعشان هيك أنا مش عارف أقرأ اسمك. مس؟ يا محمد، بدي أواجهك بالتحدي بالمادة العلوم ونشوف مين رح يفوز. خلاص أوكي ماشي، وأنا قبلت التحدي، قبلت التحدي على دوري أبواب. وأنا كمان اللي بيلعب بدوري أبواب بصح له فلوس، فخلينا نشوف مين اللي رح يكسب. وأنا كمان بدي أتحداك. خلاص يلا تحدوني كلياتكم، بس مش هلا. بعد الحصة. بعد الحصة أوكي. طيب خلينا بسم الله الرحمن الرحيم نشير الكتاب ونبدأ. شير سكرين، شايفين صفحة الكتاب؟ أوكي. يا إيمان إيش تسألي؟ إيمان عم تسألي إشي بس أنا مو عارفة شو.
أوكي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الله يكتب لي ويكتب لكم كل الفهم في حصتنا لليوم، تمام؟ طيب حكينا في المرة الماضية عن المرايا وبدأنا بالمرايا المستوية، تمام؟ حكينا هي زي المراية اللي أنت بتطلع على حالك فيها لما بتوقف قدام المراية بالبيت. حكينا إيش الخصائص اللي بتكون لهاي المرايا. اليوم رح نتعرف على نوع جديد من المرايا واللي هو المرايا الكروية. في حدا الحصة الماضية سألني سؤال، أوكي إيمان أنت بتفتحي على حصة صف ثامن بس مش راضي، طيب ارجعي افتحي المنصة وروحي على الصف الثامن واضغطي هناك، بلكي رجعت فتحت لك حصة صف ثامن. دوري أبواب أول ما تفتح المنصة بيكون موجود دوري أبواب هيك بالوسط. اسمي بالعربي على دوري أبواب. هلا آخر الحصة بنشيك وبفرجيكم كيف تفتحوا كمان. أوكي. طب بس خليني أساعد إيمان أحط لها لينك حصة العلوم. في حدا المرة الماضية سألني إنه مس كيف نقدر نميز بين المرايا، حكينا المرايا الكروية عندي مقعرة وعندي محدبة. طيب فكيف بقدر أميز المحدبة من المقعرة؟ أوكي في حدا عم يحكي لنا إنه لايف تامن، صح بالضبط انجليزي صف تامن رح يكون الساعة 5 مش هلا، وهي اللينك للي طلبه. في حدا هلا طلبه مني هي اللينك، تمام؟ بالنسبة للي طلب لينك صف تامن والحصة رح تكون انجليزي الساعة 5، وفي حصة عربي الساعة 6، وحصتنا العلوم في هذا الوقت. طيب في حدا سألني انه ماس كيف بدي اميز المرايا المقعرة من المرايا المحدبة؟ وهلا المرايا المقعرة والمرايا المحدبة هي جزء من سطح كرة. انت تخيل عندك كرة فلزية، تمام؟ في جزء من سطح هاي الكرة، مرة الجزء الخارجي، مرة الجزء الداخلي، هو اللي بشكل لي هاي المرايا، اوكي؟ حكينا لو انت جبت معلقة وطلعت على الجزء الخارجي للملعقة الفلزية اللي هو بيكون بهذا الشكل هيك، هذا بتكون الجزء المحدب، فهيك بيكون المرايا المحدبة، سطحها العاكس من الخارج. بس انت تطلع على المعلقة من الداخل بتشوف كيف السطح الفلزي لها من الداخل، هاي هي المرايا المقعرة اللي بيكون سطحها العاكس من الداخل او سطحها المصقول. هيك انا بقدر اميز مرآة محدبة من مرآة مقعرة. اصغر عضو في جسم الانسان جاوبناه المرة الماضية يا بكر. بحب اللي بيكون اللي انا بكون بسأل عشان اشرح بس بيكون بيجاوبني زي احمد، زي بيكون بجاوبني على الكومنتس او على الشات. عن جد بحب، بحس انه هو كثير مركز. صح يا بكر؟ لا يا بكر مش صح اجابتك. طيب هلا بالنسبه حكينا انا في عندي مرآة محدبه وفي عندي مرآة مقعره. نقدر نكتب بطريقه افضل. طيب المرايا المحدبة على كتبكم هي عبارة عن مرآة سطحها العاكس للكرة المصقولة من الجهة الخارجية من برا زي ما هلأ شرحناها، وهي تفرق الأشعة الساقطة عليها. هلأ هي من برا لما تسقط عليها الأشعة بتفرقها، بتشتتها، بتوديها في كل مكان، تمام؟ هاي المحدبة. طيب المرآة المقعرة، المرآة المقعرة بيكون سطحها العاكس هو السطح الداخلي للكرة المصقولة وهي التي تجمع الأشعة. ممتاز. بس إحنا هلأ صار براسنا خريطة ذهنية، كيف شكل هاي الخريطة؟ إيش مش شايفين؟ احكولي. أوكي هيك أوضح؟ ما أنا بحاول عشان أكتب على الطرف. طيب أنا بترك صفحة بيضة من الجنب عشان أكتب عليها. أنت براسك لازم يكون في عندي مرايا كروية هيك،
المرايا الكروية حكينا نوعين، في عندي محدبة وفي عندي مقعرة. طيب مس، شو أكثر إشي بيميز المحدبة؟ سطحها العاكس من الخارج، هيك هذا اللي جوا مش سطح عاكس، سطح العاكس من هون بيكون من الخارج. طيب مس، والمقعرة؟ لا، المقعرة سطحها العاكس، هذا اللي برا ما بيكون عاكس، تمام؟ سطح العاكس بيكون عندي من الداخل، يعني هيك هذا سطح العاكس. طب ممتاز، لو جابوا لنا أفرق بينهم أنا بقدر أعرف. طيب ممتاز يا أوس. طيب المرآة المحدبة هلا حكينا إيش تعمل بالأشعة؟ بتفرقها ولا بتجمعها؟ آه شو حكينا؟ زين هذه هون مش شايفه لحد جاوب. آها محمد وبكر سديل صح. المرآة الكروية المحدبة تفرق عندي الأشعة. طيب والمقعرة؟ ممتاز يا آلاء، تجمع الأشعة. طيب في ناس مش كتير رح يوصلهم مفهوم تفرق وتجمع وكيف رح يكون، هلأ بتشوفوا بس نرسم الأشعة، تمام؟ هذا المخطط بدي اياه براسك خلص، هلأ ما رح يروح. كروية، محدبة، مقعرة، سطح عاكس من الخارج، سطح عاكس من الداخل، تفرق، تجمع، تمام؟ كمان شوي رح نضيف عليه معلومات، فأنا بدي من هلأ ترتبه في دماغك. طيب كيف منميز بالمرآة المحدبة والمقعرة؟ طلع على شكلها، لو كان سطحها العاكس من الخارج يا وسام بيكون محدبة، من الداخل مقعرة زي المعلقة. طيب نيجي على هاي المرآة، في لها مكونات معينة أو أشياء أنا بحددهم عليها. أهلا يا ريم. ريم إحنا ولا إشي، بس رحبنا في الأصدقاء وبدأنا في المرايا الكروية، حكينا عن المحدبة والمقعرة بشكل عام. يا وسام أنا آسف أنت حكيت لي إنك ولد الحصة الماضية بس أنا نسيت. أهلا وسهلا يا وسام. في عندي مكونات لهاي المرآة لازم أكون عارفهم، كيف تيجي أسئلة عليهم؟ يا بيجي السؤال تعريف، يا بيجي السؤال تجيك الرسمة فاضية ألف باجيم وأنت تعين إيش هو، يا خلال الرسم لقدام لما أحكي لك إنه الجسم خلف البؤرة، أمام البؤرة، على البؤرة، على المركز، عشان أنت تعرف وين تحطه وكيف ترسم الأشعة، تمام؟ فهدول لازم أنا، ممتاز يا بكر، بيساعدوني في رسم الأشعة. أول إشي لازم يكون في عندي مركز التكور. وين مركز التكور؟ هيو في الوسط، شايفينه؟ عندي هذا مركز التكور، تمام؟ وهو الخط الذي يمتد من أول إشي حكينا مركز الكرة اللي هو هيو مركز التكور. بعدين نروح على مين؟ بدنا نروح على المحور الرئيس. المحور الرئيس هيو، شايفين كيف؟ طبعا أنا بشرح على المرآتين، خليني أنا ممكن أخذ هاي المرآة أولا اللي هي بما أن سطحها العاكس من الخارج، هاي محدبة، تمام؟ خليني أشتغل نظام، هاي المحدبة، عندي خط بيمتد من نص الكرة هيك ومر عندي بالمركز وضل مكمل، شو اسمه؟ اسمه محور رئيس. هاي أنا عرفت تعريفه؟ صح يا البتول، بتول حكت إشي هو صح، اللي هو إنه لما يكون الخيال وهمي، هذا رح نحكي عنه لقدام، هو بيتكون خلف المرآة أو أمامها وهيك، بس ما بتستبقوا الأشياء، تمام؟ هي حكيت عن مركز التكور، حكيت عن محور رئيس. شو في عندي كمان؟ في عندي قطب المرآة. قطب المرآة نقطة تقطع المحور الرئيس من سطح المرآة. مش أنا رسمت المحور مر بمركز التكور، على سطح المرآة في عندي نقطة هون هون هون، هي أنا كبرتها كتير، هي قطب المرآة، تمام؟ على المرآة المقعرة نفس الشيء، في عندي قطب المرآة وهي نقطة تقطع هاي المرآة، تمام؟ أو بتكون في منتصفها وتقطع المحور الرئيس. هي عندي محور رئيس وهي عندي مركز تكور، تمام؟ صفات الخيال يا بكر هلا لقدام بنحكي عنها. طب ليش لازم نكون عارفين هدول يا مس؟ عشان هلا لما بدنا نرسم الأخيرة نعرف وين الخيال وين الجسم موجود، فوين الخيال رح يكون موجود. طيب في عندي حالتين، هاي عندي لمرآة مرة محدبة مرة مقعرة. هلا حكينا لسه هلا بنحكي عن البؤرة يا حسن. طيب
طيب جاوبوني، أنا بدي أسأله جاوبوني، المرآة المحدبة بتفرق ولا بتجمع الأشعة؟ ممتاز عمر، بتفرق. طيب أني واحدة محدبة، ألف ولا باء؟ مرآة. ممتاز يا بتول وبكر. لا أنا سألت على محدبة. لا استنوا بتول غلط إجابتك. آه بكر هيك عدلتها، عمر صح. أنا حكيت مرآة محدبة، تذكروا الأشخاص اللي حكينا لهم حر دب بظهرهم بيكونوا منتينين وأنت بتشوفها من برا، نفس الشيء المرآة المحدبة. المرآة المحدبة سطحها العاكس هو الخارجي، فهيها با هي المحدبة، هيها هاي هي محدبة. طب بلاش، أنا حكيت إنها بدها تفرق الأشعة، مين اللي مفرق هون؟ ألف ولا با؟ طبعا ببا. أوكي؟ طيب إذا أنا حكيت بدي أجمع الأشعة بدي مرآة مقعرة، وقتها بتكون عندي في ألف زي ما أنتم شايفين. طيب خلينا ببا، ببا أنا في عندي ليش خربش الدنيا. طيب ببا أنا في عندي مرآة محدبة سطحها العاكس من الخارج، أنا حافظ إنه المرآة المحدبة تفرق الأشعة، فبدك تحفظ كل شعاع ساقط وشعاع منعكس كيف بيكون شكله. تمام؟ تمام. فلنبدأ، عندك أول شعاع ساقط، تمام؟ شايفينه كيف؟ هذا الشعاع الساقط بيكون موازي للمحور الرئيس. طيب كيف بده ينعكس؟ أنا بما أني حكيت أنه بده يشتت رح ينعكس للأعلى بهذا الشكل، تمام؟ ممتاز كريستين، الشعاع الساقط بيكون موازي للمحور الرئيس بداية. طيب هاي أنا عندي شعاع ساقط آخر، هاي سقط هيك بهذا الشكل، كيف رح ينعكس؟ رح ينعكس لفوق، عم بشتت عم بشتت مش راضي يجمع ولا إشي في البؤرة. طيب هذا شايفين؟ استنوا، هذا الشعاع الساقط بدي إياكم تركزوا معي فيه لأنه بيجي دائما بالامتحانات. هاي عندك شعاع ساقط هيك، مش بس موازي للمحور الرئيس، هو منطبق على المحور الرئيس. هذا كيف بينعكس؟ بينعكس على نفسه بالاتجاه الثاني، يعني السهم بده يكون داخل والسهم الثاني بده يكون خارج، تمام؟ وسام مش هلأ الكويز، بس نخلص اللي بنشرح فيه. كثير بهمني، كثير بهمني إنه الشعاع بس يسقط بهذا الشكل زي ما أنا رسمته، شايفينه اللون نيلي، بما إنه سقط وهو أصلاً منطبق على المحور الرئيس بهذا الشكل بده ينعكس هيك، تمام؟ بس الشعاع اللي سقط هيك، طبعاً أنا بحكي على مرايا محدبة بدها تفرق، سقط هيك بده ينعكس للأعلى هيك، تمام؟ طيب سقط بهذا الشكل بده ينعكس للأسفل هيك، هي تفرق هاي الأشعة، تمام؟ طيب برضو عندك بالأسفل نفس الإشي اللي صار، هاي عندك شعاع ساقط انعكس بهاي الطريقة. طبعا رح تيجي ناس شو تحكي مس، طب بما إنه كل الأشعة تفرقت انت حكيتي لازم يتكون خيال، هذا الخيال وين بده يتكون؟ رح يتكون من خلال امتدادات الأشعة المنعكسة في البؤرة. ممتاز يا كريستين وبكر وسديل، حكولي إنه الخيال رح يكون في البؤرة. البؤرة يا مس وهمية لأنها إجت من خلال امتدادات أشعة. طب هي امتدادات لأي أشعة؟ للأشعة المنعكسة، تمام؟ تمام. لما بدي أرسم الامتداد بالامتحان يا ويلك يا ويلك، ترسموا خط، ارسموا خط منقط مقطع مش منفصل. ليه؟ لأنه بكتابنا بمادتنا بمنهجنا بالعلم هذا يعني امتداد، يعني مش الشعاع المنعكس نفسه، هو امتداده. ممتاز، يقين جايب 19 في الامتحان. طيب تيجي انت هذا الاحمر شايفينه، هذا الشعاع المنعكس اللي هون بهذا الشكل، هي رسمت رأسه باللون النيلي، برسم منه نقاط، هيهم هيهم شايفينهم كيف؟ اللي هم مرسومين بالكتاب باللون الزهري، هاي عبارة عن إيش؟ هاي عبارة عن امتدادات، هاي امتداد، هاي امتداد، هيك ترسم منه امتداد للخلف. برضو هون باجي أنا عندي شعاع منعكس، هاي في عندي امتداد، هاي في عندي امتداد،
هنا برضو امتداد للأشعة المنعكسة، هنا امتداد للأشعة المنعكسة، بس أجمع هاي الامتدادات كلياتها بحطها هون وين؟ في البؤرة. تمام؟ تمام. معناته في كتابنا حكى لنا تسقط الأشعة موازية للمحور الرئيس على السطح العاكس، لأنه هاي المرآة المقعرة. وين حكى عن المحدبة؟ هيها تحت. أما عند سقوط أشعة متوازية للمحور الرئيس على المرآة المحدبة شو بصير لها؟ تتشتت، وحدة بتروح فوق وحدة بتروح تحت وحدة بتكون ماشية هيك بترجع وعكسها وهكذا. تمام؟ طيب بما إنها تشتتت معناته أنا كيف بدي أجمع الخيار على امتداد هاي الأشعة؟ وين بتكون في البؤرة؟ هاي البؤرة هي وهمية يا ميكان؟ سألني عن البؤرة الوهمية هلا. في حدا هلا 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 حكى عن البؤرة الوهمية؟ هاي هي البؤرة الوهمية، هي البؤرة الناتجة عن امتدادات الأشعة المنعكسة. تمام؟ امتداداتها هيك، الأشعة المنعكسة لما مديتها لورا خلف المرآة المحدبة صار في عندي بؤرة. هاي البؤرة شو اسمها؟ بؤرة وهمية. بيجيني سؤال بالامتحان يا إما أي المرايا لها بؤرة وهمية؟ بحكي المرآة المحدبة. طيب ممكن سؤال ثاني يجي، لماذا وصفت هذه البؤرة لأنها بؤرة وهمية؟ لأن امتدادات الأشعة المنعكسة هي التي تجمعت فيها. أنا مديت الشعاع المنعكس من وراء وجمعته فيها، بس هو مش نفس الشعاع. تمام؟ طيب في شو كمان سؤال ممكن يجي؟ إنه إيش الأشعة اللي أنا بمدها؟ يمس الأشعة الساقطة؟ لا، امتدادات الأشعة المنعكسة. هيك ممنوع حدا يحكي إنه مش عارف إشي أو مش فاهم إشي عن البؤرة الوهمية وإنها لأي مراية بتكون موجودة. تمام؟ طيب بكر هلا بدي أسألك، ليش بناء على الجملة اللي أنت حاططها بس أشرح عن المرآة المقعرة. طبعا المسافة بين قطب المرآة اللي هلا حكينا بيكون على نص المرآة والبؤرة، سواء كانت بؤرة حقيقية أو بؤرة وهمية، بسميه البعد البؤري. بعد البؤري يعني بعد البؤرة عن القطب، بعد البؤرة عن القطب. اللي ما بلحق كل حصص اللايف لأنه عم تسأل، يقينوا في كمان كم من حدا، حصص اللايف موجودين على اليوتيوب، ادخل على منصة أبواب، ادخل على قائمة التشغيل أو بلاي ليست، انزل على الصف السابع بتلاقي كل المواد موجودة هنا. تمام؟ طيب خلينا نيجي على المرآة المقعرة. المرآة المقعرة هي المرآة التي تجمع الأشعة، لذلك بؤرتها حقيقية. كيف رح يتجمعوا هاي الأشعة يا مس؟ رح يتجمعوا هاي الأشعة بهاي الطريقة. فلنبدأ، أنا عندي شعاع ساقط، شايفينه؟ هيا هذا الشعاع موازي للمحور الرئيس. شو هو المحور الرئيس؟ قبل شوي حكينا عنه. أنا عندي هاي الشعاع الساقط بينعكس لجوا هيك عشان يمر في البؤرة. يعني أنت وين ما شفت بؤرة لازم الشعاع وهو بينعكس تسحبه تسحبه تسحبه، لازم يمر بالبؤرة. طيب أبو يونس مش عارفة، أنت بتحكي إنه ردي على سؤالي بس مو سؤالك، ارجع اسألني إياه. كيف ممكن تيجي أسئلة بالامتحان؟ هلأ حكيت ثلاث أمثلة على الأسئلة، هلأ بالمرآة المقعرة رح أحكي لك نفس الأسئلة اللي ممكن تيجي سواء مقعرة أو محدبة. طيب هاي في عنا كمان شعاع ساقط موازي للمحور الرئيس، سقط على المرآة بينتج عنه شعاع منعكس ولازم يمر بالبؤرة. الشعاع اللي بالنص اللي بيكون منطبق على المحور الرئيس رسمناه قبل شوي، هيك بيسقط وهيك بينعكس، بس بتغير السهم بينعكس على نفسه. طيب هاي في عنا كمان شعاع سقط للأسفل، شايفينه هيك تحت؟ شعاع المنعكس بيكون من هون لفوق بده يمر بالبؤرة. وآخر واحد كمان برضو بيكون شعاع ساقط وبينعكس في البؤرة. طيب مرآة مقعرة، كل الأشعة اللي سقطت انعكست على البؤرة، معناته البؤرة حقيقية ولا وهمية؟ يلا جاوبوني. ممتاز يا بتول، هاي البؤرة بؤرة مش بورصة. تمام؟ هاي البؤرة حقيقية. ليش؟ لأنها نتجت عن الأشعة المنعكسة الأصلية، نفس الشعاع المنعكس أنا سحبته مر بداخلها. فهي سؤال رح يجيني بسألك، أولاً
البؤرة الموجودة في المرآة المقعرة بؤرة وهمية ولا حقيقية؟ بؤرة حقيقية. طيب لما ممكن يجي سؤال تاني، ليش البؤرة اللي في المرآة المقعرة بؤرة حقيقية؟ والإجابة من الكتاب والإجابة على الفهم، لأن الأشعة المنعكسة الأصلية هي اللي تجمعت فيها. تمام؟ أوكي. طيب شو كمان سؤال رح يجيني؟ بس هدول أهم ثلاث أسئلة ممكن تيجي على كل مرآة. نوع البؤرة فيها، إذا هي بتشدد أو بتفرق، وشو كمان حكينا، وليش بؤرتها حقيقية أو ليش بؤرتها وهمية. تمام؟ طيب تتذكروا قبل شوي حكينا مرآة محدبة مرآة مقعرة، المحدبة تفرق، المقعرة تجمع، المحدبة سطحها العاكس من الخارج، المقعرة سطحها العاكس من الداخل، المحدبة بؤرتها وهمية، المقعرة بؤرتها حقيقية، المحدبة بؤرتها ناتجة عن امتدادات الأشعة المنعكسة. الشعاع بس ينعكس، أنا برسم إشي منقط خلفه هيك، تمام؟ بمده من الورا. أما المرآة المقعرة بؤرتها حقيقية لأنها ناتجة عن إيش؟ ناتجة عن امتدادات نفس، مش ناتجة عن امتدادات، عفوا، ناتجة عن الأشعة المنعكسة نفسها. يا سلام سلام، تسأل إنه عادي تسأل، تسأليني يا سلام، أو مش سلام، سلمى عفوا. فشايفين هلا اللي كنت أحكيه كلياته اكتبوا عندكم عشان ليلة الامتحان تراجع بس هذا الفرق بيناتهم اللي هو رح يساعدك إنك تفهم. مثلا عندي سؤال أتحقق، كريستين أصلا كنت أسألك سؤال. كريستين قارني لي بين البؤرة الحقيقية والبؤرة الوهمية. البؤرة الحقيقية هي بتجمع الأشعة و طب أي أشعة، منعكسة ولا صافية؟ الأشعة المنعكسة عليها. وإيش كمان؟ صح. والبؤرة الوهمية بتجمع الأشعة بتجمع امتدادات الأشعة المنعكسة. صح، ممتازة. طيب إيش كنت بدك تحكي إيش يا كريستين؟ لا بس كنت بدي إياك تفتحي المايك لأني بحب المايك يكون مفتوح. لا أنا بس للي تجاوب بس يلا مش على صدقك يعني. طيب سلمى بتسأل سؤال، أشوف بتول، البتول بدي أسألك السؤال اللي بتسألني يا سلمى. فتحت لك المايك، سمعتيني البتول؟ طيب شكلها مو عارفة تفتح المايك، هي بحاول أفتح لك المايك عشان بدي أسألك إشي. طيب أوس، بتول بتحكي لي إن المايك خربان. أبو يونس والله أحسن إنك ما تشوف التعليقات عشان ما تتشتت عن الحصة. طيب هاي بتول حكت بدها تجاوبنا هون، تسألنا سلمى إن المرآة اللي ببيتنا محدبة ولا مقعرة؟ شو رأيك بسؤالها؟ طبعا أنا حكيت نوهت وحكيت أول الحصة إيش المرآة اللي ببيتنا، مش محدبة يا حبيبي. أوكي، في حدا اسمه سامسونج؟ حلا، حلا الوحيدة جاوبت صح، حلا وليد. بتقول لا، إجابتك مش صح. ريم صح، مقعرة. طيب المرآة اللي موجودة في البيت لو استنيتوا علي عشان أحكي لكم هاي المعلومة كنتوا لحالكم رح تستنتجوها رغم أني أنا حكيت أول الحصة. الفكرة إنه طبيب الأسنان لما بده يدخل المراية هاي الصغيرة، بعرف الأغلب ما بحب يروح دكاترة الأسنان بسببها، يدخلها بتمك ويبدأ يشوف أسنانك من الداخل، تعطينه صورة كتير مكبرة. ليه؟ لأنه المرآة تبعتها مقعرة. شايفين هيها، يستخدم طبيب الأسنان المرآة المقعرة في بعض أدواته لإظهار صورة مكبرة للسن فبيقدر يفحصه. طيب المرآة المحدبة هي ما بتعطي صورة مكبرة، أصلاً ممكن الأشياء تبين مساحة المكان أكبر، وبرضه الأشياء ما بتكون حقيقية وبنفس حجمها الأصلي، بتكون موجودة على جوانب السيارات. أنت لما بتطلعي على حالك بالمراية يا سلمى بتشوفي حالك كبيرة؟ لا،
تشوف حالك صغيرة، لا بتشوفي المساحة الغرفة هيك وايد زي عدسة تعرفوها O5 العدسة اللي على الموبايل بتكون وايد كتير كبيرة، لا بشوف حالي بنفس طولي بنفس الأبعاد نفس الطول نفس العرض نفس الارتفاع. لذلك مرآة البيت هي مرآة مستوية لا محدبة ولا مقعرة، يعني هي مش مرآة كروية. تمام؟ اللي بالسيارة هي زي ما هو مكتوب بالكتاب، المراية المحدبة هي اللي بتكون على جوانب السيارات، بس المراية اللي بتكون بالنص بتكون مرآة مستوية بالسيارة. تمام؟ طيب هلا بدنا نحكي عن تكون الأخيلة. إيش يعني تكون الأخيلة؟ يعني حكينا إحنا قبل إنه في المرآة المستوية صفات الخيال بتكون معتدل، أنت ما بتكون راسك تحت وإجراك فوق، بتكون زي ما أنت معتدل، بس بتكون مقلوب جانبيا، يعني اليمين يسار واليسار يمين، بتكون نفس الأبعاد طولك وعرضك وارتفاعك بالمرآة نفسها، نفس أبعادك الأصلية، يعني الخيال نفس الصورة. تمام؟ الكويز أنا بعمله آخر خمس دقائق من الحصة، فما ما تضلكم تسألوني وين الكويز عشان كل اللي بيسأل. أوكي؟ وأصلاً كيف بدك تحله إذا ما بدك تعرف، ما مش فاهم الشرح مش راح تسمعه، طولوا بالكم. طيب فبالمرايا المحدبة والمقعرة لازم يتكون خيال. طب هل الخيال بيكون طويل قصير مقلوب حقيقي وهمي نفس المرآة المستوية مش نفسها؟ هذا الإشي اللي بدنا نعرفه. بدك تعرف ترسم هذا الخيال، وعلشان تعرف ترسمه في عندي ثلاث قوانين للمرآة المقعرة لازم ألتزم فيهم. تمام؟ طيب أول إشي ركز معي كتير منيح، إنه الشعاع الضوئي اللي بيكون موازي للمحور الرئيس الساقط، شعاع ساقط موازي للمحور الرئيس ينعكس في البؤرة. لما يكون موازي للمحور الرئيس هيك يكون عندي هاي شعاع ساقط، وهو بينعكس ينعكس مرة في البؤرة. تمام؟ تمام. البؤرة بتيجي قبل مركز التكور، أنا عندي البؤرة هون مركز التكور هون، هاي حفظ بصم شعاع ما موازي للمحور الرئيس يكون مرة في البؤرة. باقي للحصة نص ساعة. طيب الشعاع المار في البؤرة، طب هو سقط، سبحان الله سقط هيك، كان مصدر الضوء هيك ومر عندك في البؤرة، كيف رح ينعكس؟ رح ينعكس العكس، موازي للمحور الرئيس. يعني إذا أنت فهمت الحالة الأولى تفهم الحالة الثانية سريعا. الشعاع بعرف إنه الدرس شوي صعب بس بدك تركز فيه، بالنسبة للي بحكي إنه الدرس صعب، إذا فهمت وركزت تمام، إذا رجعت حضرت هاي الحصة على اليوتيوب أمورك ممتاز، إذا ما ركزت معي بتكون مشكلتك. طيب عندي أول إشي إذا في المرآة المقعرة إذا كان الشعاع موازي للمحور الرئيس ينعكس مرة في البؤرة. طيب العكس، طب إذا كان إذا هو سقط أصلاً يامس مرة في البؤرة كيف بده ينعكس؟ رح ينعكس موازي للمحور الرئيس. فهم هذول الحالتين عكس بعض، احفظ الأولى واعكس الثانية. تمام؟ ما تحط في ذاكرتك مكان للتنتين، لا احفظ الأولى والثانية على الفهم. طيب في عندي حالة ثالثة، الشعاع الساقط اللي بيكون مار في مركز التكور، هيو مار في مركز التكور في ميم اللي هي بعد البؤرة. طيب سقط وهي السهم نزل مر في مركز التكور، كيف رح ينعكس؟ رح ينعكس على نفسه هيك لفوق. تمام؟ هاي الحالة كتير سهلة وكتير لطيفة، زي الشعاع اللي بيسقط على على المحور الرئيس نفسه مش موازي له، بينعكس برضو على نفسه. تمام. طب خلينا أوضح شو يعني موازي عشان في ناس ممكن تلخبطها. موازي زي أنا عم بحكي عن سكتان قطار، سكتان القطار مش رح يلتقوا، هيك عندك وحدة هيك وعندك وحدة هيك، هيك موازي له، موازي له. تمام؟ ما بتقاطعوا. ثلاث حالات ما رح أحكي لكم ياهم، بدي أسأل طلال. طلال فتحت لك المايك. طلال يا طلال،
طلاب ما بشوفوا تعليقاتك بالنسبة للي بيسأل. طلال، طب طلال مش مفتوح عند المايك. ريما، قصاي أو ميار، أي حدا من فتحت له المايك أبغى أسألكم سؤال. معقول ولا حدا فتحت له المايك عارف يفتحه؟ مين بحكي؟ مو سامعته. اللي بيحكي يحكي لي اسمه. أنا ناس. إيش اسمك؟ احكي لي بس. قصي. أهلا يا قصي. طيب قصي، لو حكيت لك إنه أنا عندي مرآة مقعرة وسقط الشعاع موازي للمحور الرئيس، وين رح ينعكس؟ طيب قصي، رح أرسم. هي عندي مرآة مقعرة، عاكس للداخل، تمام؟ اهدوا شوي. هاي عندي محور رئيس. طيب سقط الشعاع موازي للمحور الرئيس، هيك. طبعا هو بضلش ممتد للخلف، بس أنا القلم كمل معي. وين رح ينعكس؟ البؤرة. يا عيني عليك، ينعكس مرة في البؤرة. ممتاز قصي، هيك ينعكس. هاي على فرض إنها هاي باء بؤرة، رح ينعكس مرة في البؤرة. ممتاز. طيب نختار مين كمان؟ أوس. أي مس. طيب أوس، في عندك شعاع سقط وسقوطه كان مار في البؤرة، هيك. صحيح، عكس على رح يصير موازي ل موازي لشو؟ يلا صح، بس موازي لشو؟ بس موازي للمحور الرئيس. ممتاز، رح ينعكس هيك، موازي للمحور الرئيس. طيب يلا يا محمد زاهر. أي مس. عندك يا مس شعاع سقط في مركز التكور، هيك. هاي هذا الأسود اللي أنا عم برسم فيه، كيف رح ينعكس؟ حينعكس على مركز التكور. رح ينعكس على نفسه، فبرجع بمر في مركز التكور. يا عيني عليكم، شايفين الفهم لوين بوصلنا؟ ولا إشي، بس ركز. طبعا أنا بحكي عشو؟ مرآة مقعرة. خلينا نشوف المرآة المحدبة يا ترى نفس الشيء أو لا. بحكي لك في المرآة المحدبة الشعاع الساقط موازي للمحور الرئيس ينعكس بحيث امتداده يمر في البؤرة. يعني ماس نفس المقعرة، نفس المقعرة، بس في كلمة لو ما ضفتها بتروح عليك. هلأ شعاع سقط موازي للمحور الرئيس، هيا رح أرسم لكم إياه بالأحمر. هاي سقط الشعاع موازي للمحور الرئيس، تمام؟ بينعكس للأعلى هيك، بحيث إنه امتداده البؤرة الوهمية بتكون ورا امتداده. لو أنا رسمت خطوط منقطة هيك، امتداده بيكون عندك في البؤرة، تمام؟ طيب لما أجي أنا في عند هاي أول حالة. الحالة الثانية الشعاع الساقط بحيث يمر امتداده بمركز التكور ينعكس على نفسه. قبل شوي لما حكينا إنه اللي بيكون مارر بمركز التكور، طبعا مركز التكور هيو للخلف لورا، برضه رح ينعكس بما إنه سقط هيك، رح ينعكس على نفسه بهذا الشكل، تمام؟ هيك بنكون حكينا عن الحالتين. والخيال وين بيتكون هون؟ بيتكون خلف المرآة، صح يا تمام؟ في البؤرة الوهمية. ليه؟ لأنها ناتج عن الامتدادات. طب بحكي لي إنه الخيال المتكون في المرايا الكروية ممكن يكون حقيقي أو وهمي، معتدل، مقلوب، مصغر، حالاته كبيرة كتير أو كتيرة، عشان هيك بدنا نعرف حالة حالة. طيب بحكي لك ارسم الخيال المتكون للجسم في المرآة المقعرة واحدد صفاته. يلا نرسم سوا. اول اشي لو افترضت انا انه هاي انت عندك جسم، شايفين الجسم اللي هو القلم؟ من رأس الجسم برسم شعاع ساقط بهذا الشكل. طيب مس، احنا حكينا قبل شوي بالقواعد انه الشعاع اللي بيسقط موازي للمحور الرئيس مش بالعكس على البؤرة، ينعكس مرة في البؤرة. ممتاز للي حكى.
طيب في عندي أنا كمان شعاع بدي أرسمه يكون مار في البؤرة، كيف رح ينعكس؟ بسرعة بسرعة بسرعة، مين يجاوب؟ موازي للمحور الرئيسي. الشعاع اللي بينزل في البؤرة بيكون موازي للمحور الرئيسي. طيب هاي أنت عندك التقوا، صار في عندي هون التقاء لهدول الشعاعين، من هدول الشعاعين برجع برسم هذا القلم، بس بيكون إيش ماله؟ بيكون عندك مقلوب. أولاً مقلوب، هي عرفت الأول صفة. ثانياً في حدا مقلوب جانبياً. أوكي أنا بحاول أفتح المايك بس بضل أنت لازم تفتحه يا غينة والشباب الطيبة. طيب أولاً لا 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 مش مقلوب جانبياً، مقلوب جانبياً يعني اليمين يسار واليسار يمين، هذا مقلوب كله رأساً على عقب، يعني رأسه تحت وإجريه فوق، وبيكون مكبر وبيكون خلف المركز، طلعوا مش على المركز، لا هيك لبعد المركز، عفوا بعد المركز بشوي، تمام؟ فأنا هيني عم بشوف إنه الخيال بيكون مكبر وبيكون مقلوب. وفي تريك بسيطة 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 بدي أحكي لكم إياها، أينما وجد الخيال مقلوب بحط جنبها حقيقي على طول، هدول الصفتان بيكونوا مع بعض مترافقتان، تمام؟ أوكي هاي حكينا عن رسم في المرآة المقعرة، رسمت بناء على القواعد اللي فهمتها فوق وتكون معي الخيال، معناته هذا الخيال إذا كان في عندي جسم هاي موجود بين المركز التكور في البؤرة، خياله بيكون مقلوب حقيقي ومكبر. طيب في عندي هون أنا برضو مرآة مقعرة، بس وين موجود الخيال؟ طلعوا الخيال الموجود قبل البؤرة، موجود كتير 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 قريب من المرآة. أول إشي برسم إيش في عندي؟ برسم عندي شعاع، من وين بده يبدأ الشعاع اللي أنا بدي أرسمه؟ بده يبدأ الشعاع من الجسم هيك، من رأس الجسم الشعاع، تمام؟ هاي شعاع ساقط صح؟ الشعاع بيكون من الرأس، وهي الشعاع المنعكس، تمام؟ طبعاً هلأ رح ألاحظ إنه رح أضطر أرسم امتدادات، ليش؟ لأن الجسم قبل البؤرة، الجسم كتير قريب، وهي في عندي شعاع ساقط، هذا الشعاع قدر ينعكس في البؤرة، بس الشعاع اللي فوق ما في مجال فيه ينعكس في البؤرة، لذلك أنا إيش برسم؟ برسم امتدادات، هاي خطوط منقطة، برسم امتدادات، وهاي الامتدادات بتكون زي كأنها خلف المرآة الموجودة عندي، فبتكون جسم. هذا الجسم أنا زي ما أنا شايفه إيش ماله؟ الجسم معتدل، بما إنه الجسم معتدل يا ميار، عفواً الخيال معتدل، هذا حقيقي ولا وهمي؟ وهمي، بيكون وهمي زي إحنا بالمرآة المستوية، خيالنا وهمي، تمام؟ طيب ضايل عندنا حالة واحدة ومثال واحد، بعديها بناخذ الكويز، صح يا يونس؟ ضايل 3 دقائق على الكويز. طيب هلا في انا عندي هون هاي مرآة، شو يا مين مختار؟ ريهام. ريهام هاي مرآة محدبة او مقعرة؟ طيب حلا، طيب نضال، بس محدبة. مرآة محدبة. طيب كيف عرفتي انها مرآة محدبة؟ بس لانه المرآة امتدادها لجوا، لسه ما حكينا عن امتدادها، بس تقريبا انا فهمت عليكي، انت بتحكي انه الجزء المصقول هذا الموجود من جوا، او بقدر احكي سطحها العاكس من الخارج. طيب باجي انا على هاي المرآة، هاي مرآة محدبة، انا بعرف انه المرآة المحدبة تفرق الأشعة، ممتاز يا ريم ناصر، معناته أنا عندي هاي شعاع ساقط، شايفينه هون هاي الشعاع اللي سقط، هذا الشعاع سقط على المرآة، أنا رسمت له شعاع منعكس ورسمت خلفه من الشعاع المنعكس امتداد، هاي امتدادات اللي هي الخيوط أو الخطوط المنقطة. برضو أنا في عندي هاي شعاع ساقط، هل هي رح تجمعه؟ لا، تحكي لك لازم أفرق الشعاع المنعكس وأرفعه لفوق، هي عندي شعاع منعكس وبرضه رح أرسم منه امتدادات، لما برسم الامتدادات تحت بتكون جسم صغير، هذا الجسم شو صفاته يا بكر؟
فكر احكي لي صفات هذا الجسم حسب انت شو شايف. مصغر معتدل وهمي. يا عيني عليك، وهذا إجابة سؤال أتحقق. أصف الخيال المتكون للجسم موضوع أمام المرآة، مصغر وشايفه أنا معتدل، وبما أنه مصغر ومعتدل جاي من امتدادات معناته على طول هذا إيش هو؟ وهمي. ممتازين. طب بضل علينا حل الأسئلة، كنت بدي أحلهم معكم سريعاً بس نحلهم المرة الجاية عشان هلأ خليني أعطيكم الكويز. الحصة الجاية بتحبوا نحل أسئلة الوحدة ولا نبدأ بالوحدة الجديدة الكهرباء؟ نبدأ بالوحدة الجديدة. نبدأ بالوحدة الجديدة. أوكي. لا يا مس، نحل أسئلة الوحدة. أنا عارفتكم مش رح تتفقوا. طبعاً في حال ما حلينا أسئلة الوحدة، الأسئلة موجودة على المنصة محلولين. نائل حلال المسائل حللكم كل أسئلة الوحدة، كل سؤال لحال، كل سؤال لحال. فلو أنت أول سؤالين فاهمهم حلتهم تمام، السؤال الثالث لا بتلاقي الحل هناك. شو كمان في عنا؟ سين جيم. وأنت بتدرس خطر عبالك سؤال، طبعاً مس مروة مو فاتحة لايف، شو بتعمل أنت؟ بتروح دايركت على اللهم صل على سيدنا محمد على سين جيم وبتسأل السؤال اللي عندك. طيب يلا نبدأ الكويز. شايفين صفحة الكويز؟ رح أحط لكم بالشات لينك، ادخلوا عليه كلياتكم. يلا كلياتكم سريعا. يلا يا شباب، لسه ولا حدا دخل. هاي غينة دخلت، شفتي اسمك يا غينة؟ هاي تمام، بس اضغط على اللينك، انا قبل كنت احط لكم كود وابعث لكم لينك تدخلوا عليه، اما هيك اسهل. اهلا يا محمد، يلا وينكم؟ هاي اللينك موجود بالشات. الله يرزق، بدك يدعو لك الله يرزقك ايش يا يونس؟ يلا يا شباب، بس اضغط على اللينك بتدخل عنا على الكويز. بدي اشوفكم كلكم بالكويز. هاي القصاية موجود كمان. مين معنا كمان؟ هلأ والله بعمل ستارت وببدأ الكويز على 10 أشخاص. مش رامز بكر، أنا هيني رح أحط لكم لينك، بس ادخل على اللينك، بس اضغط عليه بتصير بالكويز. أو حط كويزز وحط الكود الموجود عندك هون، بس هاي الطريقة أسهل. وسام انت من اول حصه بدك الكويز، هلا مش راضي؟ جرب. وين الباقيين؟ اوكي، هاي الكود موجود عندك هون، 1 3 2 0 2 3، او اضغط على اللينك اللي بعثت لك اياه. هيني بالشات عم بحط لك لينك، هاي بس اضغط عليه، مين مفتوح عند المايك يا شباب؟ مفتوح عند المايك. كريستين ما دخلتي؟ يحكي لهم كيف دخل. انتوا شايفين الشاشة اللي انا عاملها شير؟ شايفينها؟ هاي الكود 1 3 2 0 2 3. أو اضغط على اللينك اللي هو هذا أنا شيرته معكم، بتدخل على الكويز هيك. شوف كيف هاي، أنا مبين إني أنا دخلت على الكويز، بعمل ستارت وبتدخل. هاي أنا دخلت، شفتوا كيف؟ ما رح يطلع لك أسئلة هلأ، بس أنا أعمل ستارت
شفتوا كيف أنا دخلت على الكويز؟ أوس ما هو ما بطلع لك أسئلة هلأ، بس أنا أعمل ثارت طبيعي ما يطلع لك أسئلة. خلص شكلي رح أبدأ، بس في 15 حدا وباقي الأصحاب اللي على باقي الشباب طيبة، بس ادخل على هذا اللينك. ليش يا سديل مش راضي؟ سديل هاي حطيت لك بالشات إشي لينك، اضغطي عليه واكبسي ستارت. بس بكر بكر يلا، ما بدك تفوز بالبطاقة. يلا رح أبدأ الكويز. واحد، طب إيش طلع لك محمد؟ طلع لك بريد. ادخل من الجيميل عادي، ادخل من الجيميل. يلا يا شباب خلص شكلي رح أبدأ بالكويز، بس مع الناس الموجودين. يلا ضل حدا بده يدخل؟ لا، هو في كتير طلاب، أنا مش عارفة ليش أنتم مش عارفين تدخلوا. واحد، اثنين، اللي مش راضي سلمى. سلمى أنا مضطرة أبدأ، يمكن بطلب منك جيميل أو إشي عشان يكتب اسمك. تمام، أنا فتحت لك المايك، عادي تحكي له أنت كيف دخلتي. لا ما تعيط، ما تعيط يا سدين. يلا واحد، اثنين، رح أبدأ على فكرة. ثلاث، أوكي. يونس، يونس عشان تدخل على الكويز أرجوك بس اضغط على اللينك اللي حطيت لك إياه أنت وبكر. ما بعرف ليش الأغلب مش ضابط معاهم. واحد، اثنين، ثلاث، ستارت. استنى نشوف، طلعت عندكم أسئلة ولا لسه؟ التست بدأت تحلوا أسئلتكم؟ هاي محمد صار حال السؤالين، وسام صار حال الثلاث. ما في ولا حدا خلص الأسئلة كلها. لازم طبعا تخلص الأسئلة اللي بيفوز أو بيكون بالمرتبة الأولى. لازم أول إشي يكون حل أكبر عدد من الأسئلة، ثاني إشي يكون سريع. في حدا هون بس مش قادر أعرف شو اسمه.
بكر دخلت على الكويز أو لا؟ لا يا مس مش راضي يفتح معي. إيش؟ طب ضغطت على اللينك؟ آه ده ضغطت. طب إيش أعطاك؟ دخلت بس أجي أدخل ما برضى. إيش بيعطيك طيب؟ بس أدخل. هاي دخلت على الكويز. باجي أدخل بحكي لي ما عندك حساب. اضغط على حساب الجيميل تبعك، انت فاتح من الموبايل، من الموبايل اكيد بيكون على الجيميل او من التابلت. كويز المره الماضيه عرفت تدخل عليه؟ اه دخلت. اه طب غريب. اه حلو، انت كمان ما دخل معك؟ بس اه ما رجع. مس بدخل على بيعطيني بنت هيك ايد، ولما ادخل اكتب هذا بحكي لي انه لازم ادخل على جوجل او على بالضبط. اضغطي جيميل، اضغطي جيميل او زي هي مس هيك بطلع معي. بدكم تحطوا اي ايميل. اللي خلص اللينك، اللي خلص حل التست وخلص ال 13 سؤال ايش اسمك؟ احكي لي. ادم او ام اشي. اللي حل 8 صح و5 غلط ب9 ثواني. محمد الجندي. هاي محمد خلص. يلا يا شباب رح اعمل اند كمان دقيقة. وريماس خلصت. ومين كمان عنا؟ وسام خلص. بتول يلا رح أعمل end of test، رح أطفي، رح أوقف وخلص. آه تمام. هاي وسام خلصتوا؟ 12 شخص خلص من أصل 21، بس ما هو لازم تكونوا سريعين. مايا بس هي... أنا حليت كل امتحان. مين؟ وكان يعني في منه زهر. أنا ريماس. ريماس؟ آه. كيف الأسئلة حلوة؟ آه سلام عليك يا مس وحلوة. طيب فاطمة يلا ضايل لك 2. مايا هلا دخلت على الكويز، هي صبت معها. يونس والله مش عارفه احكي لك. خلص المرة الجاية نعمل اول الحصة، شو رأيكم؟ لا المرة الجاية نحل الأسئلة. بس خلص وقف الهاك دوني. كلهم خلصوا منهم. خلصني الباقي اللي خلص. هو إذا عملنا إند بيعمل إند للجميع. خلاص. يلا 1 2 3. ما طلع لنا مين أول واحد خلص. كلكم نقيتوا على هذا الكوز لأنه مش الكل قدر إنه يدخل. هاي ما طلع نتيجة مين فاز. هيك حطت لي أنا 0 من 13 كمان. مثلا قصي مجاوب 6 صح. أوكي خلينا نشوف. بكر مجاوب 2. بكر شكله زبط يدخل متأخر. غينا مجاوبة 5 لهلأ. قصي في حدا هون مش عارفة شو اسمه مجاوب 5. بتول مجاوب 12 شكلها بتول رح تاخد. ضحى مجاوبة 1. ريم مجاوبة 10. هاي ضحى أعلى إشي لهلأ. حلا مجاوبة 5. نضال مجاوب 4. وسام مجاوب 5. وسام للأسف ما رح تفوز شكلك. نور مجاوبة 6 صح. سلمى 9. محمد يلا بسرعة بسرعة 10.
تمام 9 شكله بتقول اللي فايزة. حسام 10، فاطمة 7، مايا 3 لأنه مايا دخلت متأخرة مو مشكلة. مين ضل عنا؟ عمرو 5، وهون 8 لهلأ بتقول هي متصدرة، نجاوب 12. خلص أوكي بتقول أنت اللي فزتي، اكتبي اسمك رقمك بالشات عشان مبروك يا بتقول، هي كمان بتبارك لك كمان. يلا يا صديقتي حطي رقمك. اوكي بتقول انت مشتركه. طب اسمعي، مشتركه بنائل، نائل انه هي حل اسئله الكتاب كل سؤال لحد، هذا يضاف لاشتراكك. اذا مش مشتركه بنائل خلص بنضيف لك اشتراك نائل، يعني حل اسئله الوحده، حل اسئله التحقق، بس بتلاقي بس تفتحي على الوحده وتختاري رقم صفحه بحل لك السؤال. إذا بدك هاي الخاصية حطي لي رقمك. لأن هاي الخاصية لازم تدفع مبلغ إضافي، يعني مبلغ قليل بس إضافي عشان يا يونس هيني برد عليك، إيش بدك؟ هاي سلمى بتحكي إنه بتضيف 5 دينار عشان حلو لك كل أسئلة الكتاب، ومشتركة هي. اوكي اخذت محمد، هاي انت 8 مجاوب صح بس اكثر اشي بتول. اشياء وسام احكي شو بدك. المشتركين بصير في لهم اشياء اضافيه زي هيك. اسمك السنافي، اوكي هاي مجاوب 5 صح 8 خطا. يلا يعطيكم ألف عافية جميعاً، ديروا بالكم على حالكم، ادرسوا منيح وديروا بالكم على عباداتكم، ما تخلوا الدراسة تأخذ من وقت قراءتكم للقرآن وصلاتكم للتراويح، وبشوفكم إن شاء الله الأربعاء القادم. أعواتكم، باي.